النهاردة فعلا أول مرة نعمل لقاء مفتوح لجنة المرأة مع عضوات النادي الأهلي، وابتدينا الأول في مدينة نصر. إن شاء الله كل شهر هنبقى نعمل لقاء مفتوح لجنة المرأة مع كل عضوات النادي الأهلي، نعرف مقترحاتهم وآرائهم ومشاكلهم إيه. الحقيقة ده ضمن عيلة الأهلي، عايزين نعرف مشاكل العضوات إيه، آرائهم في أي حاجة في أي مجال من المجالات. عندنا خطة، عندنا هدف، هدفنا ستات وبنات عيلة الأهلي والأسر بتاعة عيلة الأهلي، نتمنى الحقيقة إن احنا نحقق الهدف المرجو. يعني عندنا خطة فعلا، خطة عرضت على اللجنة العليا للجان برئاسة أستاذ محمد يوسف الحقيقة، وأنا عايزة الحقيقة أشكره إن هو بيساندنا جدا جدا وبيدعمنا، وسيادة العميد محمد مرجان الحقيقة، والمستضيفنا هنا سيادة اللواء حسن مسعود الحقيقة. يعني دعم لجنة المرأة ده دعم ملحوظ، كلنا بنشوفه في كل إيفنت يعني. فعندنا خطة، الخطة دي إن شاء الله بإذن الله هتتحقق خلال 6 شهور جايين. هتشوفوا حاجات كتير جدا، نشاطات في كل المجالات، ندوات مختلفة في مجالات مختلفة، تثقيفية وتوعوية للمرأة والفتاة، فتاة النادي والمرأة في النادي بإذن الله. هنشوف حفلات، هنشوف يوم ترفيهي كامل. موضوع املي ان انا اعمل ان انا الاقي كل شيء عايزاه ومحتاجاه جوه النادي بتاعي. لو انا عايزه بفكر ان انا اقضي يوم ترفيهي، ما اروحش بره واقضي يوم ترفيهي وابلع وادفع، طبعا احنا عارفين مبالغ طائله بتدفع بره. وحتى يعني دلوقتي ابتدينا نلاقي انه الفروع بتاعتنا مليانه جدا غير قبل كده، كلنا حاسين بالضائقة الاقتصادية اللي موجودة في البلد. ده انعكست طبعا على حتى التواجد، لقينا التواجد اكتر كتير، فبدل ما رب الاسرة يدفع كتير خارج القاهرة او في اماكن اخرى يعني، لا بيتوجه للنادي بتاعه. فانا كعضوة اتمنى ان انا الاقي كل وسائل الترفيه عندي في النادي. كامرأة نفسي جدا انه يبقى فيه ورش عمل، ورش حرفية تعلم الخياطة والتريكو والكروشيه وزي عمل عروسة والحاجات دي كلها. إن شاء الله لجنة المرأة هتعمل ده، وبعد كده تعمل إن شاء الله معرض لمنتجات العضوات اللي هم عملوها بنفسهم بإذن الله. هنعمل رحلات ستات وبس، رحلات خارج القاهرة وداخل القاهرة. انتوا بتعرفوا مفاجآت كتير على فكرة كده. ان شاء الله باذن الله هيتم ان شاء الله عمل الخطه والقيام بيها باذن الله خلال 6 شهور الجايه باذن الله. احنا مجتمع صغير من مجتمعنا الكبير من مصر، صوره مصغره. كان رئيس السيسي عمل واعلن انه 2017 عام المراه. النادي هنا كمان الحقيقه ابتدى يعلن انه اعوام المراه، لانه على فكره قبل كده ما كانش فيه لجنه مراه في السنوات السابقه. الكابتن جه فعل دور المراه وانشا لجنه المراه. الدعم والتشجيع والتواجد، عايزه منهم يدعموا لجنه المراه ويشجعونا لان احنا جزء منهم. نفسنا جدا نلبي لهم احتياجاتهم، ولكن لوحدنا مش هنعرف نعمل حاجه، عايزينهم يبقوا معانا حبتين ويشتغلوا معانا، ونفسنا جدا جدا يبقوا معانا عضوات مشاركات لجنه المراه.